بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، ولو جعلناه قرآنا أعجميا قالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو لله
الذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من رب لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد صدق الله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن مولاهم أمير المؤمنين عليا حجة الله الله أكبر الله أكبر لا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك فوا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.